يشاهد صفحتنا على اليوتيوب لكل ما يتعلق بالمشهد المصري مع 13 مليون مشاهد. youtube.com/AJM مصر. مشاهدينا مرحبا بكم، هذه حلقة جديدة من إسأل. لماذا أصبحت مسألة حقوق الإنسان في مصر في هذا الوضع الحرج؟ وهل من المقبول بعد كل ما قام به المواطن المصري من أجل حقوقه وحريته أن يتم انتهاكها فقط بحجة الظروف الاستثنائية؟ ولماذا يجب أن يدفع المواطن من حقوقه وكرامته في مقابل تحقيق الأمن وذلك إن تحقق؟ هذه الأسئلة وأكثر يجيبكم عليها ضيفنا في هذه الحلقة، المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. سيد جمال، بداية مرحبا بك معنا. أهلا بك يا أستاذ. نعم سيد جمال، القانون التظاهر ومحاكمة المدنيين عسكريا أمام القضاء العسكري والإجراءات الاستثنائية، كلها مفردات تتردد في الآونة الأخيرة، و ذلك على الرغم من قيام المصريين بثورة كان مطلبها الأساسي العيش والحرية والكرامة الاجتماعية، وهي كلها مطالب لها علاقة بحقوق الإنسان. لماذا من السهل انتهاك حقوق المواطن المصري قبل كل شيء؟ الأول خلينا نفرق بين قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية. هي مادة في الدستور الجديد اللي بيتكتب. لو رجعنا خطوة لورا بنكتشف انه السبب في ده هو الحكومات المتعاقبه اللي جت بعد رحيل مبارك، المجلس العسكري اللي هو جزء من نظام مبارك وكان هدفه قمع الثوره وانها لا تكتمل حفاظا على مصالحه وافلات بعض اعضائه من الاقاب. حكومه محمد مرسي اللي بنعتبر خيانته للثوره اكبر واشد، لانه كان المفروض هو اللي جاي منتخب، هو اللي رئيس مدني، لكنه فضل انه يوظف الاجهزه القمعيه اللي موجوده لمصلحته بدلا من العمل على اصلاحها. هو وصلوا مبادرات للاصلاح والناس انتخبوه حتى لمختلفين معاه، لكنه ادار ظهره لهم وللثوره واستمر في اجراءات قمعيه بما فيها دستوره كان بينص على المحاكمات العسكريه، وإن فشل إنه يمرر قانون التظاهر. نحن الآن نعاني من نظام قمعي أيضا بيبني على القمع اللي بدأه محمد مرسي. الشباب هم اللي بيدفعوا الثمن، الثوار الثورة بيحاولوا يحافظوا عليها من اللي بيحاولوا يخطفوهم. الإيجابي إنه تم كشف قمعية وفشل واستبداد محمد مرسي، ويوم بعد يوم هذه السلطة الجائرة الجديدة ايضا بيتم كشفها. فدائما هو سلاح ذو حدين، جانب قمع بيظهر، لكن هذا القمع لما بيظهر بيكشف للناس انه ما عندهمش سبيل غير الشارع وغير الشباب اللي فجروا الثوره دي انهم يكملوها في سبيل الوصول لدوله مدنيه ديمقراطيه. نعم، هذه السلطه الجديده التي جاءت بعد 30 من يونيو، جاءت بموجب تظاهرات خرجت في الشوارع في 30 من يونيو وكانت لها مطالبات في أغلبها كانت يعني تنتقد الأخطاء التي تحدثت أنت عنها الآن المتعلقة بمشروع قانون التظاهر ونص المحاكمات العسكرية للمدنيين وغيرها التي وقعت في فترة الدكتور محمد مرسي. يعني هل يعقل أن تأتي سلطة بقانون بموجب التظاهرات وبشرعيتها كما تقول ثم يكون أول همومها هو القضاء على هذه التظاهرات؟ أي سلطة قمعية ممكن تنقلب في لحظة على مش بس اللي أتوا بيها على السلطة ولكن حتى على أجزاء منها. بنشوف الآن واضح أنه وراء الكواليس أنه في خلافات بداخل السلطة، زي ما أيام مرسي كان فيه حمائم وصقور، هذه السلطة فيها حمائم وصقور. أجزاء منها بتهاجم الجزء اللي كنا بنعتبره ممثل للثورة، أجزاء منها من حتى المحسوبين على النظام القديم زي سامي عنان وأجزاء من ليها علاقة بأمن الدولة، واضح إنه في صراع بينهم. ده شيء طبيعي جدا في دولة بيحكمها دايما حكومات لا تتمتع بدرجة من الديمقراطية.
نعم، ولكن الحكومة المؤقتة برئاسة المستشار عدلي منصور ولجنة الخمسين برئاسة السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والمرشح الرئاسي الأسبق، كلاهما يعني يعج بمن ينتمون للتيار المدني والتيار الليبرالي والتيار اليساري، وهو التيار الذي كان أقرب إلى حقوق الإنسان وكان أقرب إلى المطالبة بدولة مدنية. كيف يمكن أن تخرج مثل هذه القوانين عن سواء الحكومة التي خرجت عنها قانون التظاهر أو لجنة الخمسين التي خرجت عنها مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين؟ لا يمكن أن نعتبر أنه لجنة ممثلين التيار الليبرالي أو قومي أو يساري، وإلا كنا اعتبرنا بعض الرموز اللي موجودة زي كمال الهلباوي أو حزب النور هم للتيار الإسلامي كامل. كل تيار فيه يعني أشخاص بينتموله كذبا، المشكلة مش في الفكرة، المشكلة دايما في الأشخاص. ومعروف لحضرتك وللعديد أنه أغلب الناس اللي دمها بيبيع في الشارع والثوار بيعتبروا أن عمرو موسى رمز من رموز نظام مبارك. عدلي منصور هو جه لانه كان رئيس المحكمه الدستوريه وراجل يعني ما كانش ساعة للمنصب، وان اساء التصرف بعد ما استلم المنصب، يعني جه لم يسعى المنصب لكنه حينما تواجد فيه اساء التصرف وبدا يمارس استبداده. ما شفنالوش حاجه ايجابيه، بنشوف له حاجات سيئه. مسألة لجنة الخمسين هي فعلا فيها تشكيلة واسعة ومنوعة، بعض الشخصيات بنطمح انهم يلعبوا دور جاد، لان مش كل لجنة الخمسين احنا ضدها ومش معاها كلها، زي ايام لجنة المية ايام الدكتور محمد مرسي، وان كنا بنحاول لما بيخطئوا زي ما شفنا امبارح الشباب، وطول الوقت الانتقادات بتوجه للجنة لما بتحيد عن الطريق الديمقراطية. وأيضا ما فيش حد فوق النص. قانون التظاهر شفنا مين اللي طلعوا ترزية قوانين مبارك والمجلس العسكري ومرسي، وهم اللي موجودين في هذه اللحظة. فنحن ندفع أخطاء أنظمة غير ديمقراطية، أربع أنظمة، لكن كمان يوم بعد يوم بنكشف قدام اللي لسه مخدوع إنه أي سلطة لا تعبر عن الناس هي سلطة غير ديمقراطية والناس من حقها تجربتش. نعم. فيما يتعلق بقانون التظاهر تحديدا، بالأمس كما تعلم تم إلقاء القبض على عدد كبير من منظمي التظاهر التي خرجت لرفض مادة محاكمة المدنيين العسكريين أمام مجلس الشورى. وما عرفناه صباح هذا اليوم أنه يعني بعض الذين لم يخرجوا من قسم الشرطة تم توجيه الاتهامات إليهم وحبسوا 4 أيام على ذمة التحقيقات. هل لديك بشيء من التفاصيل التهم التي وجهت إليهم، ويعني لماذا تم حبسهم على الرغم من أن رئيس الوزراء كان قد تعهد بإخراجهم وأنه سوف يحل المشكلة؟ رئيس الوزراء راجل كبير وراجل طيب، هو مش عايز يصدق ان احنا دولة بوليسية، لانه لما رئيس وزراء بيرأس رئيس يعني وزير داخلية ويعلن ان هيفرج عنهم وكلام الداخلية هو اللي يمشي، فده يعني بين قوسين بيوضح السلطة الحقيقية في ايد مين. الناس اللي اتقبض عليهم طبقا لكلام الداخلية 28، ده الكلام اللي اعلنوه امس. المفاجاه انه اليوم صباحا عرفنا انه افرج عن يعني اكثر من 12 منهم البنات والناشطه منى سيف، وانه في 24 تم تجديد الحبس. لو جمعنا اللي افرج عنهم واللي ما زال مقبوض عليهم، اذا الداخليه كذابه لما قالت 28. الاتهامات اللي منسوبه ليهم وانا قاعد كمحامي قاعد تماما انهم لازم يزودوا الاتهامات ويفبركوها عشان ما يبقاش الموضوع مرتبط بالتحديد بقانون التظاهر. فهم في اتهامات بتعدي على موظفين عموميين وتجار وبلطجه، واخر حاجه مخالفه قانون التظاهر. طبعا اتهامات عشان لو فلتوا من اتهام يقعوا في الاخر.
للأسف نعاني من عدم حيدة النيابة وعدم استقرار القضاء في مصر حتى هذه اللحظة. 24 خدوا 4 أيام، وفي أمر ضبط وإحضار للمدافع الحقوقي علي عبد الفتاح وأحد أعضاء 6 أبريل أحمد ماهر، وتضليل إعلامي واسع إنه هذه الوقفة امبارح كانت بدعوة من 6 أبريل، الكلام ده مش صحيح. امبارح كانت الدعوة أساسا مجموعة لا للمحاكمات العسكرية اللي هي أشرف وأطهر الشباب في مصر وجبهة طريق الثورة، و6 أبريل ونشطاء وصحفيين آخرين بيعبروا عن رفضهم لاستمرار محاكمة المدنيين عسكريا في ظل أنظمة من مجلس العسكري لمرسي لعدل منصور. نعم، الدكتور مصطفى حجازي أيضا نقل عنه أنه اتهم المتظاهرين بأنهم لا يريدون دولة القانون. هل المشكلة في سلوك المتظاهرين الذين خرجوا لرفض مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي كانت واحدة من أسباب خروج المتظاهرين على مرسي، أم المشكلة في القانون الذي يصادر واحد من حقوق المواطن المصري في التعبير عن رأيه ورفض القمع؟ الدكتور مصطفى حجازي إن كان يعني لا يعلم كم الانتهاكات وتغيير القانون اللي في مصر فهذا يعني خطأ، ولو كان يعلم وقال إنه في دولة قانون وإحنا بنحاول نرسخها فهذا في تضليل. عايز أقول له إنه ما فيش قيادة قانون في مصر، والقانون بيمشي على سطر ويسيب سطر من أيام المجلس ومرسي والنظام الحالي، وإنه القوي بيعصب في القانون، وإنه القانون لم يطال ولم يطبق، والقضايا اللي مفتوحة قدام شخصيات من الشرطة وشخصيات عسكرية بيتم دفنها في الأدراج. مش دي دولة القانون أكيد اللي أنت بتسعى ليها. دولة القانون هي اللي بتلاحق أي من أجرم أيا كان وضعه، وتعيد الحق للمظلوم أيا كان وضعه أيا كانت خلفيته. امبارح الشباب خرجوا يحتجوا ضد مادة المحاكمات العسكرية، الدعوة كانت من قبل إقرار قانون التظاهر، فهم خرجوا الآن. قانون التظاهر الظالم هم يعتبر خروجهم ضده، والاحتجاج أمام مجلس الشورى اللي أعطاه مثل 50% تضامنه مع الشباب. لكن أقول لحضرتك ترسيخ دولة بوليسية مش دولة قانون اللي موجودة حتى الآن. نعم، هل الرسالة التي كان مقصود إيصالها بالأمس فيما يتعلق بفض مظاهرة الشباب الذين دافعوا عن حق المصريين في الإطاحة مثلا بمرسي، هل الرسالة التي كان مقصود إيصالها هو أننا سنتعامل بالقوة مع أي تظاهرة أيما كان منظمها؟ قد يكون دي الرسالة، ومنطق أن دي تبقى الرسالة اللي بتبعتها الداخلية، خاصة أنها الداخلية عندها لم يتم إصلاحها وعندها فرق مع الشباب اللي بيطالبوا بشكل حقيقي، ولا بحكم دين ولا بحكم عسكري، بيطالبوا بمدنيه ديمقراطيه. عشان كده سلوكها عنيف، ظنا وده رايي الخاص، ظنا انها لو دخلت في اشتباك والناس اتحركت ان هتلاقي هذه المره استند من الجيش انحاز للناس في 2011 رغم اساءه التصرف في بعض الاحيان، وانحاز في 30 يونيو، ظنا ان المره دي الجيش هيسندها لانها سبق واتكسرت في 2011. لكن عايز اقول لها واي حد يساند اله القمع المسمات الداخليه انه خسران دايما اللي هيعاني الشعب. نعم، ولكن كلنا يعلم ان الفريق اول عبد الفتاح السيسي هو من يدير البلاد، وان قيل غير ذلك او هذا ما يقوله على الاقل متابعي الشان السياسي المصري. يعني بماذا تفسر صمت الفريق أول عبد الفتاح السيسي إذا الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية والشرطة في مواجهة المتظاهرين؟ أنا راجل قانوني، كان بيقال أيام محمد مرسي إنه اللي بيدير البلاد فعليا المرشد، ونمرة 2 خيرت الشاطر، و3 مرسي. أنا أتعامل مع رئيس الجمهورية وأحمله المسؤولية مع اي وزير يسيء التصرف. الان لدينا رئيس نوجه له الانتقادات مع اي وزير،
لو في إساءة تصرف من الداخلية حسب الرئيس ووزير الداخلية، لو من الجيش حسب الرئيس ووزير الدفاع، لكن بنحاول قدر الإمكان إنه بره السياسة وحساباتها نقول بشكل قانوني وواضح يسأل الرئيس حتى لو مش هو المسؤول الأول. كنا نسأل المرسي ولا والناس تهاجم طبعا تنتقد المرسي لأنه شخصية أصبحت سياسية أو خيرة الشهر. الآن لو انتقد عبد الفتاح السيسي ينتقد كوزير دفاع والوزير منصب سياسي، لكن لن نكيل بمثالين زي ما حاسبنا مرسي نحاسب عدل منصور. نعم، دعني أنقل لك رأي بعض من يتابعون الحوار. رحمة تقول: لماذا تعتبر أن هناك تراجعا في الحريات في مصر فنحن نعيش في مرحلة انتقالية لابد لها من استثناءات؟ إحنا المرحلة الانتقالية ودولة القانون لن تتحقق اليوم، لكن على الأقل النظام والحكومة مسؤولة تدينا إشارات إنها على أول الطريق وجادة. ما يحدث الآن هو يعني عنف من مجموعات دينية ورد وقوة مبالغ فيها من الدولة. الدولة عليها كمان عبء أكثر بالنسبة للمواطنين في الداخل إنها تسمع لهم ولا تقمعهم بحزمة قوانين معادية للحريات جاية من رموز مبارك. دي إشارات بتقول إن إحنا لو سكتنا القمع هيزيد، إنما لو ادوا إشارات جيدة باحترام إرادة المواطن وكرامته ومطالب الثورة كنا نصبر بالطبع، إحنا عارفين إن الطريق طويل. نعم، هناك من يعتقد أن منظمات حقوق الإنسان في مصر تقاعس في مواجهة الانتهاكات التي واجهتها تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أنها بالأمس يعني اعترضت وبشدة عن سلوك وزارة الداخلية. يعني كيف تعلق على ذلك؟ إنه الإخوان، معلش لازم التوضيح ثاني للإخوان. نعم، هناك من يعتقد بأن منظمات حقوق الإنسان تقاعست عن الدفاع عن حقوق المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة السابقة، وعلى الرغم من ذلك فهي بالأمس كانت قد يعني أدانت وبقوة ما قامت به وزارة الداخلية في مواجهة المتظاهرين المنتمين للثوار. التعميم أول حاجة، التعميم لا يجوز، بيتقال منظمات حقوق الإنسان، لا ما يتقالش كلها، مش كل منظمات حقوق الإنسان بتتواطأ أو منظمات بتتيل بمثالين، هناك البعض بتتيل بمثالين وضوح، لكن كمان وعشان كده يعني بتطالب بعض المنظمات دون الدخول في الصراع السياسي بفتح تحقيقات عادلة في جرائم فض رابعة المنصة في اللي حصل في المواطنين على ايد مجموعات من التيار الاسلامي بين الطرايات والقتل في اسكندريه في قتل الجنود اللي في سينا. القانون يمشي على مسطره واحده، لكن للاسف ان كثير من التابعين لجماعه الاخوان المسلمين لا يقبلوا مني سوى الولاء الكامل والسمع والطاعه. هذا لن يحدث، قد ندافع عنك اذا ظلمت، لكن لا يعني لا تحاول ان تجعلنا نتبنى رايك. دي قاعده، لاننا لا نتبنى بالضروره راي من يدافع عنه سواء كان يساري او اسلامي او قومي او ليبرالي. ندافع عنك اذا تعرضت لظلم، لكن هذا ليس معناه تبنيا لرايك. احنا قلنا وما زلنا بنطالب بفتح تحقيقات على المسؤول عن الشهداء في فتره مبارك والمجلس العسكري محمد مرسي وعدلي منصور والسيسي في كل الجرائم وفي كل الانتهاكات اللي تمت. احنا مع فتح تحقيق عادل وشفاف فيها وعقاب كل من اجرم. نعم، دون استثناء. نعم سيد جمال، هناك الان في مصر احداث عنف يشهدها الشارع مرتبطه بمهاجمات الجنود في سيناء او في عدد اخر من المناطق، اغتيال احد الضباط امام منزله، وعلى الجانب الاخر الدوله تقول طوال الوقت انها تتبنى اجراءات مثل قانون التظاهر ومشروع قانون الارهاب والاعتقالات وما الى ذلك لتحقيق الامن. هل لا يمكن ان يتم تحقيق الامن في مصر دون ان تكون هناك إجراءات قمعية في مواجهة المواطنين؟ المعضلة الدائمة، الأمن ولا حقوق الإنسان؟ إيه اللي هيجيب الثاني؟ الاستقرار بالاستبداد ولا الحرية والفوضى؟ أنا أعتقد إنه العبء دايماً بيقع على السلطة اللي موجودة أياً كان، إنه عليها إنها يبقى
مش بس تاخد الاجراءات، كمان اللي بيقوموا بتنفيذ الاجراءات دي يبقوا مدربين. يعني الان جزء من فقدان الثقه في الحكومه اللي موجوده انها بتحاول تتحدث عن الامن والاستقرار وسياده القانون والديمقراطيه مع اله قمع متحركه زي وزاره الداخليه اللي هي حبيب العتلي، لكن تم تغيير اشخاص فيها مش تم تغيير هذا الكيان واصلاحه. طيب كمان القوانين الديمقراطيه والاستقرار مش هيجوا بقوانين قمعيه طول الوقت، المواطن محتاج يحس ان الحكومه دي مهتمه بيه، بتحاول تعمل لمصلحته لكن هتاخد وقت، فممكن يصبر لو شاف الاشارات دي، انما يبقى المساله كلها خدمه قوانين قمعيه والحديث عن الارهاب فقط دون الحديث عن ارهاب ياتي من السلطه. يعني في نفس التوقيت اللي فيه تم اغتيال 10 من الجنود الفقراء والغلابه كانت بتنظر محاكمه 37 اللي ماتوا في عربيه الترحيلات. انا عندي دول جريمتين لازم الناس تتعاطف، ما ينفعش ناس تبقى شمسانه في الجنود متعاطفه مع اللي 37، وما ينفعش ناس شمسانه في 37 ومتعاطفه مع الجنود. كل الدم المصري حرام وكل الدم الانساني حرام، والحكومه يجب انها ترسخ التسامح. ما ينفعش افتح تحقيق في اللي قتل حد قريب من السلطه جندي او ضابط واعمل تحقيق لما يكون اللي مات معارض. اللي يحكم بان هذه جريمه ولا لا هو القضاء العادل المستقل. حولوا للقضاء وبعدين يعني اعملوا اللي انتم عايزينه، انما يفتح تحقيق في حاجه ولا يفتح في حاجه ده مش هيودي للاستقرار الحقيقه. وعشان كده الشارع مش هيسكت غير لما يحس ان السلطه بتحترمه وبتدافع عن حقوقه. نعم، وكيف يمكن الضغط من اجل فتح تحقيق عادل وشفاف في كل جرائم القتل التي حدثت في مواجهه المتظاهرين بدايه من 25 من يناير حتى الان؟ كان المفترض ان دي تبقى المهمه بتاعت وزير العداله الانتقاليه، لكن للاسف بنشعر انه متقاعد عنها، فقد يكون الوقت مش جاهد لتحقيق ومحاكمه لان مش متوفر الاراده السياسيه. الاهم الان هو توثيق هذه الجرائم التي لا تفقد التقادم للجان الحقيقه والتحقيق اللي بعد كده. لن يتم مصالحه مع اي طرف حزب وطني او اخوان مسلمين او جهاز الشرطه الا قبل المحادثه. وبالتالي الان توثيق هذه الجرائم مهم جدا، لان احنا شفنا المحاكمات اللي تمت يعني على عجل وبخير اراده سياسيه مع مبارك، تم اهدار ادله وكان ناقص ان مبارك يرشح للانتخابات الجايه لانه الراجل طلع تاريخ. ولا يعني ولكن الا يؤشر ذلك ان يعني دوله العدل وفكرة إقامة دولة العدل هي ليست قائمة بالأساس؟ يعني محاكمة مبارك نفسها يعني أقيمت في أكثر أوقات الثورة ازدهارا، وعندما كان المتظاهرون يمتلكون الشارع بالفعل. هل الآن بعد أن أصبحت البندقية في مواجهة المتظاهرين وأصبح يعني أصوات الكثيرين خافتة وضعيفة في مواجهة السلطة، يمكن الحديث عن إقامة دولة العدل؟ يعني بختلف مع حضرتك إن محاكمة مبارك كانت في قوة الدولة، لا، محاكمة مبارك تمت في ظل تواصل أهم قوتين في الدولة على العدالة، الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري، تحالفهم المشين ده يتواطأ مع ده وده يتواطأ ويحرض ده، كانوا في مواجهه مطالب الثوره الحقيقيه، وانه الاخوان المسلمين يعني ما ينفعش يبقى كانوا بيحرضوا وكانوا بيقولوا يا مشير انت الامير، ونتكلم على ان دي كانت دوله، لا دي كانت دوله تحالف المستبدين، بقايا نظام مبارك مع مبارك الجديد وان كان بلقيا هو الاخوان المسلمين. اللي حاصل انه كل مجموعه قويه بتفرض سلطتها، المجلس العسكري والاخوان والان جناح الحزب الوطني القديم تاني، الايجابي في ده انه بيتم كشفهم. الثوار دايما بيتم لومهم يعني دمهم هو اللي بيصير في الشارع،
وهم اللي بيتم التشهير بيهم رغم انهم لم يحصلوا على حقهم، لم تتحقق مطالبهم. وبالتالي لا، الدوله اللي موجوده يعني اقرب من ايام المجلس العسكري حتى الان الى جمهوريات الموت. نعم، هناك لجنتان تم تشكيلهما لتقصي الحقائق على الأقل حتى بداية حكم مرسي، وكانت مهمتهم أن يخرجوا لنا بنتائج التحقيقات حول ملابسات أحداث مثل محمد محمود ومجلس الوزراء ومذبحة بورسعيد وغيرها. هذه التقارير التي رفعت للمجلس العسكري وقت أن كان في السلطة، ثم رفعت لدكتور محمد مرسي وقت أن كان أيضا في السلطة، حتى هذه اللحظة لم يتم الإفصاح عن مضامينها. يعني إذا كان محمد مرسي والمجلس العسكري قد تواطأ لعدم كشف من قام بقتل المتظاهرين، لماذا لا يقوم المستشار عدلي منصور، الدكتور الببلاوي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أيما كانت الجهة المسؤولة الآن بالإفصاح عن هذه التقارير؟ دائما المجلس العسكري تواطأ على التقرير اللي بيدين يعني كل المتورطين في الجرائم خلال فترة الثورة الأولى، ومحمد مرسي تواطأ على تقرير بتاع تقص الحقائق اللي هو نفسه شكله. الآن هذا النظام يتواطأ لأن كثير من اللي موجودين الآن مش من مصلحتهم إن العدالة تطول اللي بيجرمه، وبالتالي هم كمان متواطئين. فده عادي، بقول لحضرتك هي ثلاث حكومات، ثلاث أنظمة متواطئة على العدالة وعلى سيادة القانون، بيقولوا كلام يعني يرضي بعض الناس في الإعلام، لكن على الأرض ممارساتهم مكافية للعدالة، وبالتالي الثورة مستمرة. نعم. السيد محمد عبر فيسبوك يسألك، هل تعتقد أن تأسيسية الدستور الحالية تستطيع أن تخرج دستورا متوازنا؟ ألو، عفوا، الصوت. السيد محمد عبر فيسبوك يسألك، هل تعتقد أن لجنة الخمسين أو تأسيسية الدستور كما كتب هو تستطيع أن تخرج دستورا متوازنا في ظل هذه المرحلة الاستثنائية؟ أنا ممكن أقول تقدير الشخص، المواد ما خرجتش، وكل المسودات اللي بنشوفها، أنا قابلت بعض أعضاء لجنة الخمسين قالوا أن المسودات دي مش صحيحة، الصحفيين بياخدوا معلومة كفاية ويسيبوا براحتهم. وبالتالي انا هقول تقديري الشخصي انه هيتم فيه في حاجه اقرب للتوازنات برضو اللي على حساب الدوله، انه يبقى باب الحريات ده جيد افضل من دستور مرسي، لكن هيتم فيه محاوله لتحصين وزير الدفاع، انه الجيش والشرطه يبقوا بدرجه كبيره دوله داخل الدوله، محاكمات العسكرية. وبالتالي فاحنا بنتحدث عن دستور في جانب منه كويس ممكن يرضي البعض اللي مش مهموم غير بحرياته الشخصية، لكن بناء الدولة الحقيقية اللي فيها وزارة الداخلية، وزارة الدفاع جزء من الدولة وليس سلطة موازية للدولة، لا أعتقد إن كنت أتمنى انه يبقى اعتقادي خاطئ، لا اعتقد ان ده يطلع في الدستور. نعم. سؤال اخير سيد جمال عيد، هل تعتقد ان ما يحدث الان هو انتقاما من ثورة 25 يناير بكل رموزها؟ في بعض الاصوات طبعا بتحاول تنتقم وتنكل بالثورة، لكن هو وهم ما يعرفش ان الثورة الحقيقية نجحت، الناس كسرت الخوف، الناس عرفت ان دي بلدها وتدافع عنها، الناس مش هتفرط في كرامتها ولا العداله الاجتماعيه. المحاولات طول الوقت موجوده، لكن الثوره اكبر من الاقدام دول. نعم. سيد جمال عيد المحامي ومدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. نعم. مشاهدينا، في نهايه هذا اللقاء اشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعه، لكم تحياتي انا حياه اليماني، الجزيره مباشر مصر، والى اللقاء.